بنسعد اليوم باستقبال طلاب جدد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع الشارقة بمدينة خرفكان، بأول كلية تنشأ في النقل البحري بمنطقة الخليج. النهاردة استقبلنا حوالي 90 طالب وطالبة، ما بين 60 طالب و30 طالبة من أبناء دولة الإمارات ومن الأبناء المقيمين على أرض هذه البلد. الحقيقة اليوم يوم يعتبر يوم عيد في خرفكان بافتتاح الدراسة اليوم في أول أيام الدراسة بالنسبة لهؤلاء الطلاب. زي ما احنا قلنا قبل كده إن الكلية، كلية النقل البحري، هي تضم قسمين: قسم الملاحة البحرية وقسم الهندسة البحرية. قسم الملاحة البحرية وهو بيمنح الخريج بكالوريوس تكنولوجيا الملاحة البحرية وبيحصل على رتبة ضابط تاني. أما قسم الهندسة البحرية فهو بيمنح بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة البحرية وبيحصل الخريج على مهندس ثالث. في الحقيقة يعني باكورة اليوم هي نتيجة مجموعة من اللقاءات اللي تمت في جميع الإمارات السبع، حيث تم عمل مجموعة من المقابلات لأولياء أمور الطلاب لتعرفهم بهذه الجامعة الجديدة اللي بتتفتح في دولة الإمارات. والحقيقة بنتهز تلك الفرصة لأشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وكما نتوجه بالشكر لسعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وكما نعلم أن الأكاديمية هي مؤسسة غير هادفة الربح وتتبع منظمة تعليمية تتبع جامعة الدول العربية، ولها عدة أفرع: مقرها الرئيسي في جمهورية مصر العربية، في الأسكندرية 3 مقرات، في القاهرة 3 مقرات، في بورسعيد بجنوب الوادي، وفي أسوان بجنوب الوادي، وفي بورفؤاد ببورسعيد، كما يوجد فرع ليها في اللاذقية بالدولة السورية. في الحقيقة النهاردة احنا استقبلنا الطلاب، استلموا كل الكتب بتاعتهم، استلموا الزي بتاعهم. ان شاء الله بندخل دلوقتي نعمل لهم اورينتيشن، تعريف بالأكاديمية وبالكل اللي ما يتعلق بحياتهم اليومية، ثم سيتوجهوا لتناول الغذاء مع أعضاء هيئة التدريس ويتجهون بعدها إلى عملية التسكين فيهم. ومن طلبة بيدرسوا طبعا 5 أيام في الأسبوع اعتبارا من يوم الحد إلى يوم الخميس بعد انتهاء الدراسة يوم الخميس، بتاخدهم أتوبيسات الأكاديمية ويتوجهون إلى مقر إقامتهم، ثم تعود بهم يوم السبت إن شاء الله مساء، حيث تبدأ الدراسة مرة أخرى يوم الأحد. بنشكر كل أعضاء التدريس وجميع العاملين في هذا الفرع اللي قاموا بجهد كبير جدا، وبنتهز فرصة برضك عشان أشكر حكومة الشارقة التي قامت بجهد أو شبه إعجاز الانتهاء من هذه الأكاديمية في هذه الفترة القصيرة التي لا تتجاوز 14 أشهر ونصف.